بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبرنا له حدود. أردوغان يجدد تحذيراته لليونان، وأمريكا وفرنسا تعلقان على هذه التهديدات. لمعرفة آخر التفاصيل فيما يتعلق بالعلاقات التركية اليونانية الملتهبة، أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية. جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء 6 سبتمبر أيلول 2022 تحذيره لليونان بسبب ما اعتبره انتهاكات أثينا للمجال الجوي فوق بحر إيجا. وقال أردوغان: صبرنا له حدود، إذا استمرت في القيام بتلك التهديدات غير القانونية ضدنا باستخدام الجزر والقواعد هناك. أردوغان قال للصحفيين في سراييفو: عندما ينتهي صبرنا سنقوم بما هو ضروري، لأن إعاقة أجهزة الرادار في مقاتلاتنا لا تبشر بالخير، دون تقديم تفاصيل. وأوضح للصحفيين قبل مغادرة أنقرة أن الوقت قد حان لكي تتحلى أثينا بضبط النفس، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول. كما استخدم أردوغان خطابا يلجأ له كثيرا عندما تلجأ تركيا بشن عملية عسكرية، وقال: بخلاف ذلك يمكننا أن ننزل إلى هناك فجأة في إحدى الليالي، مثلما أقول دائما. يأتي ذلك بعد أن أعلنت أنقرة الأسبوع الماضي أن طائرات تابعة لها كانت بمهمة في بحر إيجا وشرق المتوسط استهدفت من جانب اليونان بنظام الدفاع الجوي S-300، منددة بهذا العمل العدائي، ومن جانبها تنفي أثينا الاتهامات. فيما كان الرئيس التركي حذر اليونان السبت 3 سبتمبر أيلول من أنها ستدفع ثمنا باهظا إذا استمرت في الانتهاكات للمجال الجوي لبحر إيجا الذي يفصل بين الدولتين الجارتين العضوين في حلف شمال الأطلسي. قلق أمريكي من تهديدات أردوغان. من جهة قالت الولايات المتحدة الثلاثاء إن تحذيرات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لليونان بشأن النزاعات البحرية غير مفيدة، ودعت البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي الناتو إلى تسوية الخلافات بطرق دبلوماسية، حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية ردا على سؤال عن تصريحات أردوغان في وقت غزت فيه روسيا مرة أخرى دولة أوروبية ذات سيادة: التصريحات التي يمكن أن تثير خلافات بين الحلفاء في الناتو غير مفيدة. أضاف المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تواصل تشجيع حلفائنا في الناتو على العمل معا للحفاظ على السلام والأمن في المنطقة وحل الخلافات دبلوماسيا. كما أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا خلال زيارة إلى أثينا الثلاثاء عن قلق فرنسا من التوترات المتزايدة بين اليونان وتركيا الخصمين التاريخيين والعضوين في حلف شمال الأطلسي. كولونا قالت للصحفيين في أعقاب محادثات أجرتها مع نظيرها اليوناني نيكوس دينداس إن المنطقة ليست بحاجة إلى توترات، إنها بحاجة إلى تهدئة. فيما كانت كولونا قالت الاثنين خلال زيارة إلى أنقرة إنها حضت نظيرها التركي مولود جاويش أغلو على تجنب أي تصعيد أكان لفظيا أو غير ذلك. إذن التوتر يتصاعد بين تركيا واليونان إلى مستويات أكثر حدة عن السابق، وذلك بعد تهديدات الرئيس رجب طيب أردوغان المتكررة لأثينا بلغة جديدة يقول لهم: لا نعترف باحتلالكم للجزر في بحر إيجا، سنقوم بما يلزم عندما يحين الوقت، يمكننا أن نأتي على حين غرة ذات ليلة. ولطالما استخدم الرئيس التركي هذه اللغة في سياق التهديدات التي أطلقها سابقا لشن عمليات عسكرية في العراق وسوريا، لكن توجيهها إلى اليونان قبل يومين تعتبر سابقة أولى من نوعها. ورغم أن تركيا واليونان جارتان من جهة وعضوتان داخل تحالف عسكري واحد شمال حلف الأطلسي الناتو، إلا أنهما ومنذ عقود عاشتا على أعتاب صراع متبادل. وبينما تشوب العلاقات المتوترة بينهما قضايا صعبة الحل، أذكت التطورات التي تتابعها
تابعت مؤخرا حالة التصعيد إلى أن ترجمها أردوغان بكلماته وعاد وكررها صباح الثلاثاء قبل زيارته إلى 3 دول في البلقان بقوله: يمكننا أن نأتي فجأة بين عشية وضحاها. ومن بين هذه التطورات إعلان أنقرة أن طائرات تركيا كانت في مهمة في بحر إيجا وفي شرق البحر المتوسط وأنها استهدفت من طرف اليونان. جاء ذلك بعد سلسلة إعلانات متشابهة، إذ أشارت تركيا في وقت إلى استفزازات وتحرشات يونانية بطائراتها التي تقوم بتنفيذ طلعات، فيما اتهمت مؤخرا أثينا بتسليح جزر بحر إيجا منزوعة السلاح، وهو الأمر الذي تراه الأخير ضمن حق الدفاع عن النفس. وقد عبر الاتحاد الأوروبي الاثنين عن قلقه إزاء ما سماها تصريحات عدائية كتعليق على التهديدات الأخيرة للرئيس التركي. وقال بيتر سيتانو المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في بيان أن التصريحات العدائية المستمرة من جانب القيادة السياسية لتركيا ضد اليونان تثير مخاوف كبيرة وتتناقض تماما مع جهود التهدئة التي تشتد الحاجة إليها في شرق البحر المتوسط. بدورها ردت اليونان بالقول إنها لن تحذو حذو تركيا في الانزلاق اليومي الفظيع في التصريحات والتهديدات. وجاء في بيان لخارج: سنبلغ حلفاءنا وشركاءنا بمضمون التصريحات الاستفزازية لتوضيح من الذي يضع الديناميت في تماسك تحالفنا خلال فترة خطيرة. ننتقل للسؤال التالي: هل يتطور التصعيد إلى صدام؟ وأمام ما سبق من موقفين متضادين لا تبدو ملامح واضحة لحدود التصعيد في المرحلة المقبلة، لا سيما أنه يأتي في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم إلى ما يحصل في أوكرانيا وتداعيات الحرب الروسية هناك منذ شهر فبراير الماضي. إلا أن لغة الرئيس التركي التهديدية وتحوله للقول صراحة إن اليونان تحتل الجزر في بحر إيجا بعدما كان الموقف ضمن سياق التشكيك في السياسة يعطي مؤشرا على تحول من جانب أنقرة في الصراع مع أثينا ذوي الجذور التاريخية. وتنظر تركيا إلى الجزر من زاويتين: الأولى من خلال معاهدة لوزان عام 23 التي رسمت الحدود الحالية بعد الحرب اليونانية التركية، بينما منحت اليونان السيطرة على ليسبوس وخيوس وساموس وإيكاريا. أما الزاوية الثانية فترتبط بمعاهدة باريس عام 47 بعد الحرب العالمية الثانية، وحينها تنازلت إيطاليا عن الجزر الاثني عشر لليونان، ودعت هاتان المعاهدتان إلى أن تكون الجزر منزوعة السلاح. ومع ذلك تقول اليونان مرارا إن وجود قواتها على الجزر يرتبط بضرورة الدفاع عن النفس. ويرى الباحث المختص بالشأن التركي محمود علوش إن المستوى الجديد من التصعيد أكثر خطورة مقارنة بالسابق، رغم التوترات المزمنة بين أثينا وأنقرة والخلافات العميقة عاصية الحل. ولم يعد الأتراك يشككون علنا بالسيادة اليونانية على جزر بحر إيجا فحسب، بل يعتبرون السيطرة اليونانية عليها احتلالا. ويقول الباحث لموقع الحرة إن تراجع حكمة تقدير العواقب وصعود النزعة العدائية المتبادلة والدوافع الداخلية المرتبطة بالتنافس السياسي في كلا البلدين إلى جانب البيئة العالمية المضطربة كلها تشكل مجتمعة وصفة مثالية لتأجيج التوترات. وعلى عكس العقود الماضية التي كانت أنقرة وأثينا خلالها قادرتين على إدارة خلافاتهما في بحري إيجا والمتوسط، فإن عملية التسليح اليونانية المستمرة للجزر واستدعاء أثينا للوجود العسكري الأمريكي فضلا عن تصاعد حدة التنافس على الطاقة في شرق المتوسط تعطي التوتر أبعادا أخرى وفق الباحث. لكن أستاذ العلوم السياسية في جامعة بانديو في أثينا الدكتور عارف عبيد ينظر إلى ما يحصل بمنحى مختلف عما تحدث به علوش، ويعتبر عبيد في حديث لموقع الحرة أن ما يجري معركة إعلامية بين اليونان وتركيا فقط، ستنحصر على وسائل الإعلام ولن تتطور إلى صراع عسكري لأسباب كثيرة منها ما يتعلق بتركيا وأخرى باليونان. ومن هذه الأسباب أن تركيا منخرطة في سوريا والعراق وأثيوبيا وأذربيجان وبقوة في الملف الأوكراني ولها أولويات، بينما تحاول التركيز على الاقتصاد والتضخم
الذي لا يسمح لها بدخول حرب وفق أستاذ العلوم السياسية. ويضيف حزب العدالة والتنمية ليس ضمن أجندته السياسية أن يدخل في حرب شاملة. هذا الحزب يعتمد على الاقتصاد وعلى رفع الإمكانيات الاقتصادية قبل أي شيء. أي حرب تعني فشل الرؤية المستقبلية الاقتصادية. ورقة رابحة. في غضون ذلك أشار أستاذ العلوم السياسية عارف عبيد إلى عامل آخر من شأنه أن يمنع تحول التصعيد إلى صدام مباشر يرتبط بوجود تركيا واليونان في حلف الناتو. ويوضح عبيد قد يحصل تحرش واصطدام قارب صيد هنا وهناك، لكن الأمور من الصعب أن تصل إلى مستوى الحرب بسبب الضغوط الأمريكية والأوروبية. رسالة على الحدود. ووفقا لمصادر من وزارة الدفاع التركية نقلت عنها وسائل إعلام مقربة من الحكومة الثلاثاء، فقد انتهكت اليونان المجال الجوي التركي والمياه الإقليمية أكثر من 1100 مرة في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام وحده. واشتكت تركيا حسب وكالة الأناضول من الإجراءات الاستفزازية المتكررة والخطابات من قبل اليونان لحلف شمال الأطلسي، بما في ذلك تسليح الجزر القريبة من الشواطئ التركية منزوعة السلاح. الكاتب التركي المقرب من الحكومة حسن بصري يالتشين اعتبر في مقال له على صحيفة صباح الثلاثاء إن آخر شيء تريده الولايات المتحدة الآن هو مثل هذا الانهيار في حلف الناتو. تفضل واشنطن اليونان التي من شأنها أن تصيب تركيا بالصداع، لكن الولايات المتحدة لديها حدود، لأن هذا سيحول التوازن الأوروبي برمته إلى معركة. وأوضح الكاتب أنه ولهذا السبب وجه أردوغان من خلال تهديداته رسالة إلى الناتو والولايات المتحدة، إنه حذر بلغة مألوفة للغاية. هذا هو الهدف من عبارة قد نأتي فجأة ذات ليلة. يقول إن تركيا الآن على الحدود. من جهته يربط أستاذ العلوم السياسية في جامعة بانديو بأثنى عارف عبيد جزءا من التوتر الحاصل بروسيا قائلا تركيا لها دعم روسي خفي إزاء اليونان، كون الأخيرة أرسلت سلاحا إلى أوكرانيا وطردت دبلوماسيين لأول مرة في التاريخ. واعتبر الأكاديمي أن الروس يحاولون الضغط على اليونان من خلال تصريحات أردوغان، مؤكدا أن الحدة الحاصلة ستبقى على وسائل الإعلام إلى أن تنتهي الانتخابات المقبلة في تركيا، لن تتطور الأمور إلى حرب شاملة. في الختام متابعين الأعزاء، هل تعتقدون أن تهديدات الرئيس رجب طيب أردوغان لليونان هي تهديدات كلامية فقط، أم أن الرئيس رجب طيب أردوغان قد يأخذ قرارا ويقوم بتحرير الجزر التي تحتلها اليونان في بحر إيجا؟ أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو، وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.